أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود به اللوح المحفوظ؟ نعم، هو المشهور أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة عليهم السلام. لكن ذكر ابن القيم في أقسام القرآن أن فيه دلالة إشارة على أن الآدميين أيضا لا يمسون القرآن. إذا كان لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون، ففيه إشارة إلى أن الآدميين أيضا لا يمسونه إلا بطهارة، وهذا جاء في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم. نعم.